في تصريح خاص لمركز الأخبار، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البن فلاح نجاح مملكة البحرين في استضافة معرض ومؤتمر النقل الجوي رودس وورلد 2024، والذي أتاح الفرص المميزة لجميع شركات الطيران الالتقاء واستكشاف الفرص الجوية. وأشار البن فلاح إلى أن هذا الحدث العالمي يؤكد مكانة المملكة والريادة في صناعة الطيران، إلى جانب تشكيل القيمة المضافة في مستقبل النقل الجوي عالميا. نجاح مملكة البحرين في الحصول على استضافة ذي المؤتمر اللي تم العمل عليه لما يقرب من 3 أعوام دليل كبير على الإمكانيات الهائلة الموجودة في مملكة البحرين لاستقطاب فعاليات في هذا الحجم. فيكفي أن نعرف أن مثلا عدد المشاركين في ذي المؤتمر بلغ 2500 مشارك، بجانب تقريبا أكثر من 500 مطار وأكثر من 230 شركة طيران. الهدف من تنظيم ذي الفعالية هي إتاحة الفرصة أمام المطارات للالتقاء بشركات الطيران واستكشاف فرص تكوين مسارات جوية بين المطارات وبين عن طريق ذي الشركات. والحمد لله احنا لنا دور فاعل بالتعاون مع شركائنا في التسويق لمملكة البحرين كوجهة سياحية في الاجتماع بكثير من شركات الطيران على مدى أيام المؤتمر. راح تقوم مملكة البحرين بتسليم استضافة المؤتمر لهونغ كونغ اللي راح يستضيفها مطار هونغ كونغ الدولي، وهذه دليل كبير على المكانة اللي وصلنا لها الحمد لله في إمكانية التنظيم الاستضافة وتوفير كثير من الفرص أمام 2500 مشارك أنهم يستكشفون جميع القدرات السياحية والإمكانيات المتاحة في مملكة البحرين.